بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعاً لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائداً لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يعيننا على الصيام والقيام، وأن يوفقنا لصالح الأعمال، وأن يختم لنا جميعاً بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم ويا أهل الإسلام، الإسلام هو دين الله عز وجل الذي لم تعرف البشرية ديناً لله عز وجل سواه، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى من أحد من الناس سوى الإسلام. ودليل ذلك في كتاب ربنا عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يقول في القرآن العظيم وفي سورة آل عمران: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. ويقول أيضا سبحانه وتعالى في السورة نفسها: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الإسلام الذي على أساسه وحياً ربانياً قرآناً وسنةً، كان الإنسان المسلم والإنسان المؤمن والإنسان المحسن والإنسان المتقي وكل ذلك وفق ما جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ذكر في القرآن المسلمين، وذكر المؤمنين، وذكر المحسنين، وذكر المتقين، ووصفهم، وبين للناس كلهم ما هي الأعمال التي يقوم بها هذا الإنسان ليدخل في هذه الفئة المباركة المختارة المصطفى التي وعدها الله سبحانه وتعالى الوعد الحسن، فوعدها بالجنة، ووعدها بالحياة الطيبة، ووعدها بالتمكين، ووعدها بالنصرة، ووعدها بسعة الرزق، ووعدها بالقبول في الأرض، ووعدها بالذكر الطيب، وكل ذلك نجده في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فكان ذاك الإنسان المؤمن المسلم
الذي امتلأ قلبه إيمانًا بالله ويقينًا به سبحانه وتعالى بأنه جل جلاله هو رب كل شيء وهو خالق كل شيء، وأن الكون كله من خلقه، وأن تدبير الأمر بيده سبحانه وتعالى. المؤمن الذي آمن بذلك فاستقر هذا الأصل في قلبه، فإذا به أنتج إنساناً واثقاً بربه، مطمئناً إلى خالقه، يركن إليه في كل حاجة من حاجاته، فكان ذاك الإنسان المؤمن الذي لا يضعف أمام البشر، وتجده بين يدي رب البشر تدمع عينه وتبكي وتبكي عينه وتخشع جوارحه خشية لله عز وجل. وتجد ذاك الإنسان أمام كل أحد من الدنيا قويا في موقفه، وبين يدي ربه سبحانه وتعالى تجد جلده يقشعر من خشية الله سبحانه وتعالى. وتجد أيضا ذاك الإنسان المؤمن الذي امتلأ قلبه رحمةً بالناس وشفقةً بالناس وحرصًا على هداية الناس، فإذا به يبذل كل ما في وسعه حتى يعود الناس إلى ربهم عز وجل، فهو يصبر على أذاهم ويتحمل ما يأتي منهم، وهدفه واضحٌ وما يظهر عليه صريح في مقصوده أنه يريد صلاح الناس، فهو لا يريد من دنياهم شيئا. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمام والقدوة في ذلك كله، فكان كما وصفه ربه عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم، وكما قال الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكان مقصوده صلى الله عليه وسلم كيف يعود الناس إلى الحق وإلى الهدى، كيف يهتدي هذا الضال، وكيف يرشد هذا الغاوي، وكيف يستقيم هذا المنحرف، وكيف يعبد الله من سجد لغير الله. كان هذا مقصوده، ولذلك أفرح ما كان له صلى الله عليه وسلم إذا رأى ضالاً قد اهتدى، وإذا رأى شارداً عن الهدى قد رجع إلى الحق، فكان ذلك أسعد ما يجده صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا. لذلك لم يمل من دعاء ربه وسؤاله وطلبه والسجود بين يديه والتذلل له سبحانه وتعالى وطرق بابه، باب الكريم سبحانه وتعالى، بدعائه الذي تكرر كثيراً، وهو يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وكان بذله لوقته وماله وتضحيته براحته ونومه، كل ذلك متى ما وجد أن لقبول الحق قد فتح مجرد باب، فإذا به لا يبالي أن يبذل ما ملك وأن يعطي ما عنده، بل أن يستقرض وأن يستدين، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت الحديث مراراً في أكثر من درس في قصة إسلام ذلك الحبر من أحبار اليهود زيد بن سعنة رضي الله عنه، عندما استقرض منه النبي صلى الله عليه وسلم 80 ديناراً، لا لأجل ذاته ولا لأجل نفقة ولده، وإنما استقرضها لكي تدفع لقوم دخلوا في الإسلام، حدثاء الإسلام، وأصابتهم سنة، أي قحط في أول دخولهم في الإسلام، فخشي ذلك الصحابي الذي دعاهم أن يكون ذلك سبباً في خروجهم من الإسلام
فقد دخلوه على أنهم يغنموا بدخولهم، فإذا به صلى الله عليه وسلم تثبيتاً لهؤلاء، تثبيتاً لمن دخل في الإسلام يستقرض ويتحمل الدين على عاتقه حتى يثبت من دخل في الدين في الدين ولا يخرج عنه. إذن هذه النفس التي هي بهذه الكيفية ليس هدفها هو أن يموت الناس، ولا مقصودها هي أن تزهق أرواح الناس، ولكن مقصودها الأول هي أن تحيي هذه النفوس وأن تزكي هذه النفوس. أليست هذه هي دعوة الخليل إبراهيم لهذه الأمة لذريته صلوات الله وسلامه عليه؟ عند هذا البيت هو وابنه المبارك إسماعيل عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فكان هذا صلى الله عليه وسلم هذا مقصوده، فذلك القلب الذي امتلأ رحمةً بالعباد، والذي كان أعلى مقصوده هو أن يهتدي هؤلاء الناس. ثم بعد ذلك كان هذا الوصف لهذه الأمة المباركة، الأمة الوسط، العدول، الذين يعدلون في حكمهم، والذين يعدلون في موقفهم، والذين يعدلون في نظرهم إلى الناس. وكيف لا يكونوا كذلك والله عز وجل يؤدبهم ويعلمهم ويبين لهم أن السماوات والأرض خلقت على العدل، ويعلمهم كيف يتعاملوا حتى مع خصومهم ومع أعدائهم، وأن ذلك إنما يكون بالعدل. فالله عز وجل يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فكان شأنهم العدل والإنصاف في نظرهم للناس وفي تعاملهم مع الناس. وإن من أكبر ما تصاب به هذه الأمة حين تنحرف عن هذه المقومات، مقومات الأمة الوسط، الأمة الشاهدة التي أرادها الله عز وجل أن تكون شاهدة على الناس كلهم. وكيف تكون الأمة شاهدة على الناس؟ إنما تكون هذه الأمة شاهدة على الناس أول ما تكون بصدق إيمانها، بصدق إيمانها بالله جل جلاله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبالكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. فهذا أول مقوم لهذه الأمة الشاهدة. ثم الأمر الثاني أنها أمة حينما ينظر بعضهم إلى بعض بنظر الأخوة كما أمر الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، مثلهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فلذلك إن كانت هي بهذا الوصف فإنها قد وضعت أعظم الأسس أن تكون هي الأمة الشاهدة: إيمانها بالله عز وجل، ثم بعد ذلك وحدتها فيما بينها، فينظر المسلم لأخيه المسلم على أنه أخ له. متى ما نطق بهذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك هو عنوان تلك الأخوة وذلك البذل والتعاون والتناصح والتكافل كما أمر الله عز وجل. ثم بعد ذلك الانقياد والعمل والتطبيق. فليس الإيمان بالتحلي، وإنما الإيمان ما وقر في القلب ونطق به اللسان وصدقه العمل. عندما يتفق عمل
الجوارح مع ما في القلب من صدق الإيمان، وعندما يتفق عمل الجوارح ما نطق به اللسان، عندها تكون هذه الأمة قد سارت ووضعت لها في طريقها وانطلقت لكي تكون شاهدة على الناس بهذا الأصل الثالث، وهو الانقياد والتطبيق والعمل، وأن يكون ذاك العمل منضبطاً بذاك الأصل العظيم متابعة هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لأن الله عز وجل قال للأمة كلها في القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقال لهم في القرآن، قال لنا وللأمة كلها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا محبة الله، مغفرة الله، كل ذلك مترتب على أن يكون العمل والانقياد لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك أن هذه الأمة تحمل راية الهدى للناس، وتبلغ دين الله عز وجل للناس، وأن تكون أرحم الناس بالناس. لذلك سبحان الله، ليس من دين الله عز وجل الغلو، كما أن ليس من دين الله سبحانه وتعالى الجفاء وترك دين الله وهجران دين الله، فكذلك ليس من دين الله عز وجل الغلو فيه، أوغلوا في هذا الدين برفق، فلن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فهذه صفة هذه الأمة، أنها هي الأمة الوسط، هي الأمة الخير، وهي أمة الخير، وهي الأمة الشاهدة، وهذه هي صفاتها. لذلك كانت تعبيرات السلف رحمة الله عليهم التي تدل على أنهم أدركوا هذا الأمر إدراكاً صحيحاً، فإذا بهم أرحم الناس بالناس، وأعطف الناس على الناس، وأشفق الناس بالناس، وهذا شأنهم. ولذلك كم كان لهم من أثر، وكيف كان تعاملهم فيما بينهم، كما أخبر الله عز وجل: أذلة على المؤمنين، فإذا بهم يتعامل بعضهم مع بعض كتعامل العبد مع السيد. وكيف يتعامل العبد مع سيده من اللين والخشوع والسكون، فكذلك يتعامل بعضهم مع بعض بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. لذلك أين تجد هذا الأمر من حال من حاله مع إخوانه، حال الشدة والقسوة والغلظة والجفاء، بل قد يبالغ في ذلك فيصل إلى درجة الغلو والشطط، ويفقد هذا الإنسان العدل والإنصاف في تقويم إخوانه من المسلمين. لذلك أحوج ما يحتاج الإنسان أن يقف مع وحي ربه سبحانه وتعالى ليدرك مفهوم الوسط الذي وصف الله عز وجل به هذه الأمة الخاتمة المباركة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، إذا لم تكونوا وسطا فلن تكونوا شهداء على الناس، إذا لم تكونوا بهذا الوصف فلا يمكن أن تتحقق هذه الشهادة على الناس. والوسط كما قلنا وفسرها أهل العلم بأنه إنما هو العدل، وهذا أساس هذا الوصف، أن يتصف هذا الإنسان بالعدل وأن يكون من الخيار. فالخيار قائم بالإيمان، وقائم بالاتباع والخضوع والعمل الصالح، ثم العدل قائم على الإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه،
والنظر إلى الناس بنظر الإنصاف وعدم التجاوز في الحكم عليهم. فمن هنا جاء التشنيع على الغلو كما جاء التشنيع على الجفاء، لأن هذه الأمة هي أمة الوسط، هي أمة الوسط. النبي صلى الله عليه وسلم كانت مهمته ووظيفته أن يوجد هذه الأمة الوسط، وبعد قرابة ربع قرن من الزمان بتوفيق من الله وتيسيره أخرج هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بما نزل عليه من هدى ربه القرآن العظيم، أخرج ذلك النموذج للبشرية للأمة الوسط الذي أعلن الله عز وجل رضاه عنه وأخبر عن أنه حقق هذا الأمر، فكان خياراً وكان عدلاً، كان خياراً في صدق إيمانه، وكان خياراً في حسن استقامته، وكان عدلاً في تعامله مع الناس كلهم وتعاملهم فيما بينهم، فكانوا عدول رضوان الله عليهم. فقال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضي لهم الإسلام بما ضمنه من شرائعه وأحكامه، ورضي لهم الإسلام بما فهموه وآمنوا به وطبقوه، رضي ذلك كله، وما ولا يسخطه أبداً إلى يوم القيامة. فلذلك من كان مهتدياً فليهتدي بوحي السماء، ومن كان مقتدياً فليقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم، لأن هذا هو الأمر الذي أعلن الله عز وجل الرضا عنه. لذلك عندما نقف مع القرآن ونقرأ القرآن نتذكر هذا المعنى العظيم، نتذكر أن رضا الله سبحانه وتعالى أخبر أنه أن رضا الله سبحانه وتعالى يحصل للإنسان عندما يقف مع هدي ربه جل جلاله مع القرآن، كما وقف رسول الأمة عليه الصلاة والسلام، وكما وقف معه أصحابه رضوان الله عليهم. ويعلم أن رضوان الله أن يقف مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يدرسها وأن يتدارسها وأن يدرسها وأن يعلمها لولده، وأن يعلم أن معرفة سير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو معرفة أئمة الهدى، أئمة الهدى وأقمار الدجى الذين تضاء بهم الطرق والتي يعرف الإنسان بهم السبل. فإذا أدرك الإنسان هذه المعاني فلن يكون غالياً ولن يكون جافياً، وسوف يكون ذاك الإنسان الذي تفرح به الأرض والسماء، وتحزن لفراقه الأرض والسماء، وتبكي على موته الأرض والسماء، إذا كان الإنسان بهذا الوصف. فالآيات التي بين أيدينا وهي آيات تخبر عن عبادة عظيمة مختصة بزمن شريف هو أشرف الأزمان. الله عز وجل في القرآن قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار
ما كان لهم الخيرة، ما كان لهم من يدخل في كلمة لهم، كل من عدا الله ليس له حق الاختيار وليس له حق التفضيل، لا لمكان ولا لزمان ولا لشخص ولا لذات، ويفضلها على غيرها، إنما ذلك حقه سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي خلق، هو الذي خلق، فهذا حقه. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فالله عز وجل هو الذي خلق الزمان، هو الذي خلق الليل والنهار، لذلك هو الذي يختار من الليل ما يشاء ومن النهار ما يشاء، ويميزه ويفضله على سائر الأزمان. والله هو الذي خلق السماوات والأرض، فهو صاحب الحق أن يختار من الأرض ما يشاء، أي بقعة، ويفضلها على سائر البقع، وليس لأحد أن يعترض، وإنما التسليم والإذعان، لأن الله هو الذي خلق. والله عز وجل هو الذي يختار من البشر من يشاء، وليس لأحد الاعتراض، لأن الله هو الذي خلق. والله هو الذي يختار من الأعمال ما يشاء ويثقل ميزانها عنده، وليس لأحد الاعتراض، لأنه هو الذي خلق. فالخلاق العليم اختار من ظرف الزمان كله شهرًا من الشهور، إنه شهر رمضان، واختار العشر من ذي الحجة، واختار من شهر رمضان العشر الأواخر، واختار من العشر الأواخر ليلة القدر. وربك يخلق ما يشاء ويختار. المؤمن يتلقى كل ذلك بإذعان وقبول، ويتعامل معه كما أراد الله عز وجل. فرمضان سيد الشهور. إذن هكذا نحن نستقبل رمضان، ورمضان شهر الرحمة، هكذا نستقبل رمضان، ورمضان شهر اختص من بين الشهور كلها لنزول الكتب السماوية. وهل للناس هداية بغير وحي يأتيهم من عند ربهم عز وجل؟ هل يمكن لنا أن نهتدي بغير هدى يأتينا من عند الله؟ والله عز وجل اختص هذا الشهر فنزلت فيه الكتب السماوية. صحف إبراهيم أخبرنا الله عز وجل عنها في القرآن، صحف إبراهيم وموسى. متى كان نزول هذه الصحف؟ في شهر رمضان. في أي ليلة منه؟ في أول ليلة من رمضان. في أول ليلة من رمضان نزلت صحف إبراهيم. ست ليال مضين من رمضان نزلت التوراة، الكتاب الهدى الذي أنزله الله على كليمه موسى عليه الصلاة والسلام. لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان نزل الإنجيل على روح القدس عيسى عليه السلام. لأربع وعشرين خلت من رمضان نزل القرآن العظيم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في مكة في غار حراء. إذن هذا الشهر الكريم، هذا الشهر الذي ألف نزول الملائكة وألف نزول وحي رب السماء والأرض على الناس، هذا الشهر المبارك الكريم. إذن نحن نستقبل رمضان ونحن مستحضرين هذه المعاني وهذه المكانة لسيد الشهور الذي اختاره الله عز وجل ليكون نزول
الكتب السماوية في هذا الشهر الكريم المبارك، ثم هذه العبادة التي هي الصيام والتي جعل الله عز وجل ثمرتها أعظم الثمار. فإذا كان مقصود رسالة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تزكية هذه النفوس، وإذا كان الجليل جل جلاله يقسم 11 قسماً في مكان واحد في القرآن على أمر واحد، وهو أن المفلح من زكى نفسه، وأن الخائب الخاسر من غفل عن تزكية نفسه، وهذا في سورة الشمس وضحاها. فأقسم الله عز وجل 11 قسم، وجواب القسم قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكى نفسه، وقد خاب من دساها. وزكاء هذه النفس بماذا؟ زكاؤها بالتقوى، وصية الله للأولين والآخرين. بهذه الصفة تحمل نفسا زكية، وتكون نفسك طاهرة. والمتقي من أولياء الله في الدنيا، والمتقي يستنزل مدد السماء لنصرته وتأييده وتثبيته، ويستنزل معونة السماء لتفريج كربه. والمتقي في الجنة وفي درجاتها العليا. الصوم شرعه الله وجعل فيه هذا الأمر، وجعل الثمر لهذه العبادة أن تنال التقوى وأن تكون من المتقين. وهذا ما وقفنا عليه في آية درسنا الماضي في قول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. العظيم جل جلاله لما أودع في هذه العبادة هذه الثمرة العظيمة، وهي مقصود هدى الله، وهي غاية صلاح الإنسان أن يتحصل على التقوى، لما جعل الله في هذه العبادة هذا الثمن العظيم والثمرة المباركة، فإن الله أوجبها على كل الأمم، على كل الأمم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم. والمؤمن، ولا ننسى ونحن نكرر هذا دائما، المؤمن حسن الظن في ربه، يعلم أن الله جل جلاله لا يريد بالإنسان العنت. أليس الإنسان هو مخلوقه المكرم؟ والله عز وجل يقول: ولقد كرمنا بني آدم. أليس الإنسان هو مخلوقه الذي خلقه بيديه؟ أليس الإنسان هو مخلوقه الذي نفخ فيه من روحه؟ أليس الإنسان مخلوقه الذي أسجد له الملائكة؟ أليس الإنسان مخلوقه الذي هو جل جلاله تولى تعليمه الأسماء كلها لآدم عليه السلام؟ أليس الإنسان مخلوقه الذي أسكنه الجنة؟ إذن هذا المخلوق المكرم الله عز وجل ما أراد به العنت، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ فالمؤمن قلبه مملوء ثقة في ربه وطمأنينة لخالقه. المؤمن
أفرح ما يكون أن يسمع خطاب الله وهو يأمر، لأنه يعلم علم اليقين أن الله لا يأمره إلا بما فيه صلاحه وبما فيه خيره وبما يحقق له السعادة. لذلك ليس أحد أسعد بسماع كلام الرب جل جلاله من المؤمن، ولا أحد يستأنس بهذا القرآن مثل المؤمن، لأنه يعلم أن هذه هي وصايا الرب جل جلاله لعبده المكرم، وصايا الرحيم الرحمن العليم المنان جل جلاله، الحكيم الخبير اللطيف المنعم جل جلاله. فالمؤمن يتلقى هذا الخطاب بهذه الروح وبهذه النفس التي زكت، هذا شأن المؤمن. فإذا سمعنا أن الله يقول لنا أن الصيام يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام فرض عليكم وقد فرضته على من كان قبلكم، مباشرة ندرك أن هذه العبادة إذن هي من أعظم العبادات، وأن فيها من الخير ما ليس في غيرها، وأن فيها من الصلاح لنا ما ليس في غيرها. فلذلك يكون الإنسان أحرص ما يكون على هذه العبادة. وليكن أيضاً هذا فهم نفهمه كلما ذكر لنا أو قرأنا في القرآن عن أمر أو عبادة أو خلق أخبر الله عنه أنه من أمر به من سبق من الأمم، فمباشرة ندرك أن هذا الأمر الخير فيه عظيم جدا، وهو ما يسميه العلماء الدين المشترك. ما معنى الدين المشترك؟ بمعنى هو الأمر الذي أمر الله عز وجل به كل الأنبياء، مثل عبادة الله وحده. أليس هذا أمر قد أمر به آدم ونوح وإدريس وإبراهيم وموسى وسليمان وداود وهود وصالح ثم عيسى ثم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب بلى. إذن لا خير إلا في عبادة الله وحده. وهكذا، فبعد أن أخبر الله عز وجل عن فرض الصيام وأنه أمر كتب، وقلنا متى كان فرض الصيام؟ قلنا في السنة الثانية للهجرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كم رمضان صام؟ 9 رمضانات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بقاؤه في المدينة قرابة 11 سنة، لم يكمل 11 سنة، ففي السنة 11 للهجرة توفي عليه الصلاة والسلام قبل دخول شهر رمضان، فبقيت 10 رمضانات. الرمضان الأول لم يفرض فيه الصيام، ثاني رمضان في المدينة كان نزول فرض الصيام، وصام النبي صلى الله عليه وسلم ثاني رمضان، فكان نزول هذه الآيات المباركات قبل رمضان في السنة الثانية، وكان نزولها قبل غزوة بدر، وكان نزولها بعد تحويل القبلة. فإذن في سنة واحدة ماذا حدث فيها؟ 3 أحداث عظيمة، وهي السنة الثانية، حدث فيها تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى الكعبة الشريفة، هذا حدث في السنة الثانية. في السنة الثانية أيضا فرض صيام رمضان،
في السنة الثانية كانت غزوة بدر الكبرى، وسورة البقرة كما قلنا هذه السورة العظيمة هي من أول السور التي نزلت في المدينة النبوية، فهي سورة مدنية، لأن القرآن من حيث النزول ينقسم إلى قسمين، ولذلك أنتم تجدون إذا قرأتم في المصحف في أعلى إذا ذكر اسم السورة ثم يقال مكية أو مدنية، فمعنى مكية أي أن هذه السورة نزلت بمكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وإذا قيل مدنية أي أن هذه السورة نزلت بالمدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. طيب، عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة بعد الهجرة، جاء في عمرة وجاء للحج وجاء للفتح، وقد نزلت عليه آيات في هذه الأوقات، ماذا تسمى هذه السور والآيات التي نزلت عليه؟ تسمى مدنية. إذن ما هو الفاصل بين المكي والمدني؟ حدث الهجرة، حدث الهجرة، فكل ما نزل قبل الهجرة نسميه قرآناً مكي ولو نزل بخارج مكة، وكل قرآن نزل بعد الهجرة نسميه قرآناً مدنية ولو نزل بمكة. والقرآن الذي نزل بمكة أكثر من القرآن الذي نزل بالمدينة، ما يقارب ثلثي القرآن نزل في الفترة المكية، وسورة البقرة سورة مدنية، وهي من أول السور المدنية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بين أيدينا قرابة 60 آية كانت تتحدث عن التوطئة وتهيئة نفوس الصحابة لتلقي ذلك الحكم العظيم الكبير الجليل، وهو أن الله يأمرهم أن يتحولوا إلى قبلة إبراهيم، إلى قبلة الأنبياء، الكعبة الشريفة. ثم ما إن انتهينا من ذلك الحدث العظيم ودخلنا في تلك الآيات التي كان فيها حوار وجدال وبيان وتجلية لشيء من الصراع الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم ويهود المدينة، ثم ندخل إلى الحكم الثاني العظيم، وهو ما يتعلق بشهر رمضان، بشهر رمضان. إذن ندرك هذا التسلسل الذي نمر عليه في سورة البقرة، فنجد أن في هذه الآيات التي بين أيدينا يخبرنا الله عز وجل عن هذه العبادة التي هي ركن من أركان الإسلام، فإن أركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فيقول الله عز وجل بعد أن أخبر سبحانه وتعالى أن عبادة الصيام عبادة كتبت على هذه الأمة كما كتبت على الأمم السابقة، قال الله عز وجل: أياماً معدودات، فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيراً فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قلت أن الله عز وجل رحيم بعباده، لطيف بخلقه،
وأن الله عز وجل يؤدب العباد على أسمائه وأفعاله جل جلاله، أسماؤه التي أظهرها لنا، فالله عز وجل يؤدبنا بذلك ويربينا ويعلمنا، وأفعاله في خلقه وكونه وفي تشريعه وحكمه، فالله عز وجل يؤدبنا ويربينا. فالإنسان الذي اعتاد على شيء يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يراعى فيما اعتاد عليه، وألا يخرج من عادته التي كان عليها دفعة واحدة. فوجدنا أن من حكم التشريع ماذا؟ المرحلية والتدرج بالناس. هل نزل تحريم الخمر دفعة واحدة؟ الجواب لا، وإنما كان هناك انتقال بالناس خطوة بعد خطوة ومرحلة بعد مرحلة، وكان البناء للإصلاح كاملا، إصلاح للداخل وإصلاح لخارج الإنسان، والانتقال بالناس خطوة خطوة. فننظر هنا إلى قضية الصيام، هذه العبادة العظيمة. هذه الآية أياما معدودات على قول جماهير المفسرين أنها نزلت في المرحلة الأولى في تشريع الصيام، أياما معدودات. المقصود هنا على قول جمهور المفسرين، المقصود بالأيام شهر رمضان. وقد يقول إنسان، تقول جماهير المفسرين، هل هناك قول آخر؟ الجواب نعم، هناك من قال من العلماء أياما معدودات، المقصود بذلك 3 أيام من كل شهر كانت بداية التشريع للصيام، وهذا قول لبعض أهل العلم، ولكن جماهير العلماء قالوا الآية نزلت في شهر رمضان، ولكن كانت المرحلة الأولى لفرضية الصيام. كيف؟ ما جاء في حديث سلمة بن الأكوع في صحيح البخاري أن هذه الآية نزلت في أول رمضان، وكان مضمونها أن الإنسان بالخيار، إن صام فهذا أفضل، وإن لم يصم وأفطر فعليه الفدية مقابل كل يوم يفطره. واضح؟ إذن كان فرض الصيام، ولكن على ماذا؟ على غير الإلزام. لماذا؟ سبحان الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر عن الكافر والمؤمن، الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في 1 واحدة، فلذلك من طبع الكافر كثرة الأكل. وهؤلاء ما زال هذا الأمر على عادتهم، فانظر إلى رحمة أرحم الراحمين تدرج بهم في الحكم. فالذي تعود أن يأكل كثيراً يشق عليه أن تطلب منه أن يمتنع عن الطعام نصف النهار، وفي هذه البلاد الحارة قد يكون رمضان أكثر من نصف اليوم، فلذلك كان الأمر بهذه الصورة أياماً معدودات. فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه. ما معنى وعلى الذين يطيقونه؟ أي على القادرين إذا ما أرادوا الصيام أن يقدموا فدية. فهذا كان إيش؟
كان في المرحلة الأولى لفرض الصيام، ثم بعد ذلك نقلهم الله عز وجل إلى المرحلة التي بعدها، وهي قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن هنا ماذا؟ أمر، والأمر يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب. واضح؟ إذن هذه المرحلة الأولى، كما أن الخمر مر بعدة مراحل إلى أن أخبر الله عز وجل بالأمر الصريح في قوله: فاجتنبوه. فعلم الصحابة أن الحكم ما هو؟ أن الخمر حرام، فكذلك هنا في رمضان. فإذا قوله عز وجل: أياما معدودات، أياما جمع يوم، ومعدودات هذا الجمع ليعبر هنا عن القلة، وأنه ليس أمرا كثيرا، أياما معدودات. وهذا نتعلم منه حسن الخطاب، وإذا أردت أن تكلف الإنسان بأمر فيه خير له فاعرضه عليه بما يكون فيه مدعاة للقبول، وليس بالطريقة التي تنفره من ذلك الأمر. وقلنا: إن الله يربينا ويعلمنا، فهو يخاطب المؤمنين عبيده الذين يربيهم على أنه هو الأعلم بما يصلحهم، ولكن يعلم الله جل جلاله أن الإنسان ظلوم، وأن الإنسان جهول، وأن الإنسان له خصم يمكر به، عدو الله إبليس، والله رؤوف رحيم. لذلك نرى كيف كان هذا الخطاب أياما معدودات، كأنه يسهل هذا الأمر على المخاطب، فلنتعلم ذلك. ثم يقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. من كان منكم مريضا أي مصاب بمرض، والمرض الذي يمنع الإنسان عن الصيام. هنا تكلم العلماء عن هذا الأمر، وخلاصة ما ذكر في ذلك أن المرض إن كان صيام الإنسان المريض يؤدي إلى زيادة المرض أو إلى تأخير البرء أو إلى تأخير العلاج بما يؤثر عليه، فيلزمه الفطر. إن كان هذا الصيام للمريض يؤثر كم في ثلاثة أمور: أنه يزيد في المرض، أو يؤخر في البرء أن يبرأ، أو أنه يؤخره عن علاج محتاج إليه وعدم العلاج يضره، فهنا يجب عليه الفطر. إن كان ذلك المريض صيامه لا يؤثر في مرضه، لا زيادة ضرر عليه، ولا تأخير برء، ولا في معالجة، مثل إنسان مثلاً مصاب بجرح في قدمه فهو مريض، لكن هل صيامه يؤثر على ذلك؟ الجواب: الطبيب قال لا، ليس له أي تأثير. فهنا ما الحكم؟ أن يصوم، أن يصوم. إذا كان صيام المريض يشك عليه ولكن مشقة لا تؤثر
في قضية المرض زيادة ولا تأخير برء، فالأولى أن يصوم إذا كان تحمل ذلك ممكنا. فمن كان منكم مريضا أو على سفر للإخبار على ماذا؟ على أنه ما دام مسمى ذلك الإنسان أنه مسافر إذن جاز له الفطر، أو على سفر. قال الله عز وجل: فعدة من أيام أخر، أي أيام مقابل أيام، إن أفطر يومين فيصوم يومين، وإن أفطر ثلاثة فيصوم ثلاثة. فعدة أي بعدد تلك الأيام التي أفطرها، فعدة من أيام أخر، لأن المقصود في الصيام اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فعدة من أيام أخر، ولا مانع كان الصوم في الصيف وقضى في الشتاء لا إشكال. وعلى الذين يطيقونه، قول الجمهور كما قلت يطيقونه أي قادرين على الصيام. وعلى الذين يطيقونه على تقدير محذوف فأفطروا، فما الذي يلزمهم؟ فدية طعام مسكين. قلنا هذا متى كان؟ في أول فرض الصيام. هل هذا الحكم باقي؟ الجواب لا، هذا الحكم نسخ، كان في مرحلة. ما التي بعدها؟ فرض الصيام، القادر لا بد أن يصوم. فإذا هذه المرحلة الأولى في فرض الصيام. وعلى الذين يطيقونه فدية، أي عليهم فدية. ما هي هذه الفدية؟ طعام مسكين، أي أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكيناً واحداً. ما هو إطعامه؟ يطعمه بما يشبعه، لو أخرج حبوباً من البر أو الشعير أو غير ذلك مما يأكله الناس لا مانع، والعبرة أن يطعم المسكين ما يأكله بنفسه ويكفيه بنفسه. فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. فمن تطوع أي زاد في الخير، أي خير يزيد فيه؟ وهو أن يطعم عن اليوم أكثر من مسكين، فهذا خير له. أو أن يطعم عن اليوم مثلا يعني كفدية لأكثر من يوم، فإن زاد في الإنفاق والصدقة فهذا خير. فإذا فمن تطوع خيرا، أي أنه زاد في إطعام المساكين، فهو خير، من تطوع خيرا فهو خير له. ثم يقول الله عز وجل: وأن تصوموا. هؤلاء الذين يطيقونه، كما عندما خيرهم بيّن أن الأخير ما هو، وإن كان قال لهم أن الفطر لا مانع، لكن صومكم هو أفضل عند الله وخير لكم عند ربكم. ونحن، وانتبهوا، الإسلام طريقته في إلزام أتباعه للأحكام الشرعية ليس الأصل فيها القهر والإكراه، وليس الأصل فيها متابعة الناس بعضهم لبعض، وإنما الأصل فيها بناء مراقبة الله عز وجل في القلب. هذه طريقة الإسلام، وهذا منهج القرآن، يؤسس في قلب المؤمن تلك الرقابة
الذاتية لمن لا يستطيع الإنسان أن يخفي شيئا من أمره عنه وهو الله جل جلاله. فعندما يتربى الإنسان على هذا فلذلك هذه هي طريقة القرآن في إلزام العبيد أوامره. ثم في الأمر الأول الذي هو الأعظم وهو أن الإنسان يتربى في ظل هذا الوحي على أن ما يأتيه من عند ربه مأمورا به أن الخير كله فيه والإنسان مجبول على حب الخير لنفسه، فكيف يفرط في أمر جاءه من عند الله عز وجل وهو مطمئن أن الخير كله فيه. فالمؤمن الذي يتربى على ذلك، لذلك رأينا الأمر العجيب الذي يذكر في القرآن عن حال أولئك الفقراء الذين يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراء يطلبون منه أن يحملهم، أن يوجد لهم دواب تحملهم، وأن يعطيهم سلاحا معهم. إلى أين يذهبون؟ هل لنزهة؟ لكي يخرجوا معه للجهاد في سبيل الله. فعندما لا يجد النبي عليه الصلاة والسلام، هل قالوا والله الحمد لله خلاص عذرنا؟ يأتي في القرآن ويذكر كيف أثر الإيمان في تربية النفوس، فإذا بهم يرجعون وماذا؟ وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، وليس حتى بكاء قليل بل تفيض كالنهر يجري، أنهم لا يجدون ما يبلغهم ذلك العمل الصالح. هذه قضية مهمة أن نستحضرها في طريقة القرآن في تربية نفس المؤمن. فهو يتربى على ماذا؟ على أن ما يأتيه من عند ربه خير عظيم، لذلك هو أفرح الناس به. ولذلك أقول مراراً انتبهوا، إن الإنسان منا إذا ذهب إلى عالم يستفتيه في مسألة، أول شيء اعلم أنك إذا عملت العمل وأنت لا تعرف حكم الله فيه ولم تسأل، فاعلم أن هناك قصور كبير في قضية إيمانك وتربيتك. لأن المؤمن قبل أن يعمل فهو ماذا؟ يحرص أن يسأل، لأنه إذا عمل بغير هدى الله إذن كم هو الخير الذي يفوته، وهو ما يريد أن يفوته الخير. ثم إذا سأل فلا تجده بتلك النفس التي يخاف وكأن دين الله يريد أن يحرمه من مصلحة، بل تجده بتلك الروح المتشوفة الراغبة أن تسمع حكم الله لتستأنس به، فيكون حاله كحال الظمآن في اليوم شديد الحر إذا قدمت له الماء البارد، كيف فرحه به؟ كذلك حال المؤمن بسماع حكم الله عز وجل. فلذلك هذا الأمر نستحضره. ثم عندما تضعف النفس ويأتي مكر إبليس الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، فهنا يحتاج الإنسان إلى ماذا؟ إلى أن يستخدم سلاحاً ماضياً قوياً عنيفاً في إنهاء هذا الوارد الإبليسي. ما هو؟ وهو أن يتذكر مراقبة الله وأن الله يراه، أن الله يراه. وهذا هو الواعظ الأكبر في القرآن، الذي ما تقلب ورقة في المصحف إلا وتجده يناديك أن الله معكم. واضح؟ فلذلك المؤمن الذي تربى على ذلك فإذا سمع قول الله عز وجل وهو يخيره في الصيام ثم يقول له وأن تصوموا خير لكم، من الذي يقول خير؟ الله جل جلاله البر الرحيم العليم الحكيم.
وأن تصوموا خير لكم. ثم يشيد بأمر عظيم وهو العلم. أسأل الله أن يكرمنا بالعلم النافع، أسأل الله أن يرزقنا العلم النافع، فيقول: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. من الذي ينتفع بذلك؟ أهل العلم. كن عالماً أو متعلماً ولا تكن الثالث فتهلك. كن عالماً أو متعلماً ولا تكن الثالث فتهلك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إن الله يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يبغض، إن الله يبغض كل جعذري جواظ. الجعذري من هو؟ الإنسان الغليظ. الجواظ من هو؟ الإنسان المتكبر. إن الله يبغض كل جعذري جواظ صخاب بالأسواق. كل حركته في الدنيا في السوق، صخاب في الأسواق، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة، جيفة في الليل حمار بالنهار. هذا صنف يبغضه الله، ليس له وقت يطلب فيه العلم ولا يفرغ من وقته ليتعلم، فهذا صنف يبغضه الله عز وجل. إن الله يبغض كل جعذري جواظ صخاب بالأسواق، جيفة بالليل حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة، فلا تكن منهم واجعل لك نصيبا بصورة مستمرة ولو قل الوقت أن تطلب فيه العلم وأن تستفتي وأن تسأل عن كل شيء تفعله. فالله عز وجل هنا وقد خير بين الأمرين، لكن من الذي يعي أن الله إذا قال وأن تصوموا خير لكم فيتمسك به إن كنتم تعلمون؟ نعلم ماذا؟ أول العلم العلم بالله. إن كنتم تعلمون الله، ما إن كنتم تعلمون ما لله عز وجل من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإن كنتم تعلمون ما لله من الحق عليكم، وإن كنتم تعلمون أن ربكم أرحم بكم، وإن كنتم تعلمون أن شرع الله عز وجل إنما أنزله الله لصلاحكم ولخيركم، إن كنتم تعلمون أن هذا الحكم حق، وإن كنتم تعلمون أن هذا النبي مبلغ عن ربه، فعند ذلك ماذا؟ سوف تصومون وتفعلون الخير. واضح؟ فإذن وأن تصوموا خير لكم. إذن كان الأمر بين الحكم بين الأمرين، مع الإخبار بأن الصيام هو الأعظم فضلاً وخيراً، وإن كان في الأول سوف يترتب عليه الصدقة والفدية، لكن صوم الإنسان بما يترتب عليه من تحصيل التقوى فإن ذلك أعظم وإن ذلك أنفع لهذا الإنسان. قلنا ونكرر ذلك أن هذا الحكم نسخ بالآية التي بعدها، والتي أخبر الله عز وجل فيها بالأمر الواضح الصريح الدال على فرضية الصيام على كل قادر: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فبهذا الأمر فإن أصبح صيام شهر رمضان فرض من فرائض الدين
وركن من أركان الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً.